السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار مع ميليشيا الحوثي، معتبرة الحديث عن تسليم الميناء إلى طرف ثالث غير واقعي، معلنة تمسكها بقرار إخلاء الحوثيين للميناء ومدينة الحديدة وتسليمهما للشرعية. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي في تصريحات صحفية إن أي مقترحات بشأن الوضع في الحديدة خارج إطار المرجعيات الثلاث لا تعني أو لا تعنى به الحكومة الشرعية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما مستقبل المشاورات القادمة في ضوء الحلول المجتزأة التي تقدم بها المبعوث الأممي، وهل يسعى المبعوث الأممي إلى اختصار الأزمة اليمنية في الحديدة وميناءها؟ اتهم مسؤول حكومي الأمم المتحدة بمحاولة فرض معايير مختلة ومناقضة للقوانين الدولية فيما يخص محافظة الحديدة. وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح قال إن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة يعد انتقاصا من الشرعية وتجاوزا للقانون الدولي. وفي السياق ذاته يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يوم غد الاثنين مسؤولين في الحكومة الشرعية لبحث عملية السلام. قبل البدء بالنقاش مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نعود. هل وقف إطلاق النار ممكن في اليمن؟ يطرح معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هذا التساؤل، مشيرا في مقال تحليلي لأحد باحثيه إلى أن عملية تدابير الثقة تحتاج لوحدها 6 جولات قد تستغرق عام 2019 بكامله. كيف إذن ستجري مفاوضات السويد القادمة في ظل فشل الجهود الأممية في بناء الثقة بين الأطراف؟ بل إن الشيء الأكثر تعقيدا هو أن الجهة المخولة لها مباشرة إجراءات الثقة بين الشرعية والانقلاب ليست محل ثقة. فالشرعية اتهمت الأمم المتحدة بمحاولة فرض معايير وصفتها الحكومة بالمختلة في إشارة منها إلى ميناء الحديدة. ووفق عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية فإن اقتراح تسليم الميناء لطرف محايد يعد نقضا للقوانين الدولية التي تنص على فرض الجهة الشرعية سيادتها على كامل التراب الوطني. الاقتراح الأممي جعل المسؤول الحكومي يشكك في نية الأمم المتحدة، خصوصا وأن قصة الطرف المحايد أتت في توقيت باتت فيه قوات الشرعية على بعد بضع كيلومترات من ميناء الحديدة. كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد قام بجولة أممية التقى فيها قيادات في ميليشيا الحوثي بصنعاء بعد زيارة قام بها لمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين في الشرعية خلال زيارته القادمة للرياض. التجارب السابقة تشير إلى أن الجهود الدولية لعقد مفاوضات ناجحة لم تحرز نجاحا ولو في حده الأدنى، لكن المساعي الأمريكية جعلت البعض يأمل بنجاح أممي لإيقاف إطلاق النار اليمنية التي لا تزال مشتعلة قرب ميناء الحديدة. لكن هل تفضي تلك المساعي بإيصال اليمن إلى ميناء سلام؟ إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. سينضم إلينا من المنامة الكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين، وأيضا أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. بداية أبدأ معك سيدة ميساء، مساء الخير. مساء النور. سيدة ميساء، هناك اتهامات واضحة للأمم المتحدة بالسعي لفرض تسويات مجزأة، يعني كيف تنظرين أنت إلى ملامح المبادرة الأممية بخصوص محافظة الحديدة حول تسليم الميناء لطرف ثالث؟ هي مسألة أنها اتفاقات مجزأة، هذا اللي كان مطروح أصلا في جنيف اللي لم يحضرها الحوثيين المفاوضات الأخيرة. هي ميناء الحديدة الآن صار يتم التعامل عليه معه كملف إنساني أكثر من كونه سياسي. نعم. وهي مسألة وصارت موضوعة ضمن عملية إجراءات بناء الثقة. نعم. وهذا نمط الأمم المتحدة في التعامل مع القضايا، يعني مثل ما نقول مثلا ما حصل بين إسرائيل والفلسطين كانت اتفاقية أوسلو، كانت حكم ذاتي، قضايا تمت بشكل مجزأ وتم تأجيل القضايا الكبيرة. نعم. ثم لم يصلوا الاتفاق للقضايا الكبيرة وانتهى الأمر على اتفاق أوسلو فقط.
بدون حسم القضية الأساسية، يعني القضايا الأساسية بخصوص اللاجئين وغيرها. فهنا نفس الفكرة، إنه أنت بتتعامل مع قضايا صغيرة بحجة بناء الثقة، وهذا نمط الأمم المتحدة في التفاوض. فهي الآن ضمن إجراءات بناء الثقة هي مسألة الاتفاق على مينا الحديدة، وكان طرح فكرة الطرف الثالث أيضا من قبل، هذا الكلام قيل من قبل، وكان الخلاف مش حول الطرف الثالث، كان الخلاف أكثر حول تسليم المدينة نفسها أيضا. يعني كانت الدولة الحكومة اليمنية مصممة أن المدينة بالمدينة يتم تسليمهم، بينما كان الحوثيين يريدون تسليم المينا فقط. فكانت الخلافات حول هذه المسائل، فهنا كانت المشكلة. لكن تظل هذه المسألة المجزأة وما غير مجزأة، هذا نمط أممي في التفاوض عادي يعني. نعم، إذا ابقي معي سيدة ميساء، أذهب لضيفي السيد مختار الرحبي. سيد مختار مساء الخير. أهلا، مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار، يعني ما موقف الحكومة ابتداء من ملامح الخطة التي طرحها المبعوث الأممي بخصوص محافظة الحديدة؟ موقف الحكومة موقف واضح، هي أنها لن تتعاطى مع أي مقترحات يتم تقديمها سواء من المبعوث الدولي او من الدول الكبرى او من يعني من اي طرف كان سواء دولي او محلي، تكون خارج اطار المرجعيات وخارج اطار القرار الدولي 2216، لان هذا يعتبر التفاف على الشعب اليمني وعلى تضحيه الشعب اليمني. نعم. وايضا يعتبر واهم من يظن ان الشعب اليمني سيقبل بانصاف الحلول او بحلول سطحيه ومجزأة ويتم تجزئ الحل الى جزء في الحديده وجزء في صنعاء. الحديدة هي جزء من المعركة الوطنية الجامعة لنا جميعا، التي هي يجب أن نتخندق في تحتها، وهي أنه لا يمكن السماح لبقاء الميليشيات للبقاء سواء في الحديدة أو في تعز أو في صنعاء أو في أي منطقة، لأن بقاء هذه الميليشيات يعني مزيد من الدماء، مزيد من الدمار، مزيد من القتل والتشريد. بالتالي موقف الحكومة كان واضح، هي أنها لا تقبل بأنصاف الحلول ولا تقبل بحلول مجزأة سواء من قبل المبعوث أو من قبل المجتمع الدولي، الذي هناك ملامح للالتواء والتحايل على القرار الدولي الصريح الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي والذي هو صادر تحت البند السابع. بالتالي الحكومة أعلنت موقفها عبر الناطق الرسمي للحكومة وكذلك عبر معالي وزير الإعلام بأنها ترفض مسألة تسليم الميناء فقط أو تسليم جزء منه أو بقاء الميليشيات في المدينة. لا، لابد أن يتم تسليم المدينة وانسحاب لكن الميليشيات. يعني سيد مختار، الحكومة ربما المبعوث الأممي يدرك مسبقا أن الحكومة لن تتنازل في مسألة المرجعيات الثلاث، وأيضا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص يعني يعرفون تماما أن مرجعيات الحكومة هي مستندة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يعني لماذا يسعون وراء تجزئة الحل بهذه الطريقة؟ للأسف الشديد أنه يبحث عن انتصار شخصي له ويحاول تسجيل انتصار خاص بالمبعوث الدولي، ويحاول أن يتجاوز المهمة الملقاة على عاتقه. المبعوث الأممي عليه أن يعرف أنه ليس طرفا في الأزمة ولن يكون طرف في الأزمة. هو المبعوث هو عمله هو أن يحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وليس هو طرف في الأزمة ويقدم حلول ويقدم يعني مقترحات خارج إطار المتفق عليه دوليا. يعني الآن ما يقدمه المبعوث هو التواء على القرار الدولي، هو احتيال على ما تم الاتفاق عليه سابقا في إطار المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. نحن لدينا ثلاث مرجعيات متفق عليها محليا وإقليميا ودوليا. هذا الخروج عن هذه المرجعيات هو شرعنا لحروب قادمة، وشرعنا لبقاء الميليشيات أكبر قدر ممكن من الوقت، وأيضا منحها الوقت لكي ترتب أوراقها سواء في الحديدة أو في غير الحديدة، لأننا رأينا في الفترة السابقة وقت المعارك حينما تدخلت بريطانيا والأمم المتحدة، كانت القوات الحكومية على بعد يعني مسافات بسيطة جدا من ميناء الحديدة، ومع ذلك تم إيقاف المعركة لمنح الميليشيات فرصة لترتيب أوراقها
وإيهام المجتمع الدولي وإرسال رسائل وهمية أن الميليشيات ستقدم تنازلات من أجل الوصول لحل سياسي وسلمي. ولو كانت هذه الميليشيات تريد حل سياسي وسلمي لكنا وصلنا معها في حل من جنيف واحد وليس جنيف واحد واثنين وكويت واحد واثنين ومرت أربع سنوات. وهذه الميليشيات ترفض مجرد تقديم تنازلات في ملف واحد وهو ملف إطلاق سراح السجناء والمختطفين والأسرى الذين يقبعون في سجونها. فما بالك بأنها ستسلم ميناء وستسلم دولة وستسلم ما تبقى من مناطق ومؤسسات تحت سيطرتها. هذا واهم من يظن أن الميليشيات ستسلم الميناء أو الحديدة أو العاصمة أو ستسلم أي منطقة. أنا أتذكر كلمة قالها أحد قيادات الميليشيات الحوثية في جنيف 2، قال أننا مستعدين للقتال لقتال الطرف الآخر يقصد الحكومة الشرعية حتى لو حصرنا في كيلومتر مربع واحد سوف نحاربهم على هذا الكيلومتر مربع. بالتالي هذه رسائل واضحة، رسائل لا تحتمل التأويل، أنهم لن يقبلوا بأي حل سياسي وسلمي، إنما هم يحاولون أن يرسلوا رسائل للمجتمع الدولي أننا قابلون للحل السياسي، مستعدين لتقديم تنازلات، ولكن على أرض الواقع لا يوجد هناك شيء. وهم وبيع للوهم للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يحاول تمرير هذا الوهم لنا في الحكومة أو للشعب اليمني. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار. أعود إليك سيد ميساء، يعني تجزئة الحلول، يعني هل بالإمكان أن تقود اليمن إلى سلام مستدام؟ ليس بالضرورة، هذا طبيعي، لكن إذا في نية طبعا الأطراف هذا أمر صعب الجزم فيه أو لا يبدو أنه صحيح، لكن ممكن التعامل مع إجراءات بناء أفريقيا إذا كان في نية فعلا. إذا كان لم يكن في نية هذا أمر وارد بشدة، فبالتالي هي تظل هذه الأجزاء تجزئة هذه مجرد أنها نوع من تخفيف المسألة الإنسانية. هي الفكرة عند الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في اليمن صار سيء جدا، فهي حل المشاكل التي متعلقة بالوضع الإنساني مثل المرتبات، البنك المركزي، الميناء، بحكم أن الميناء هو بيورد اليمن بالأغذية وهو الميناء الأساسي اللي يعتمد عليه اليمن، ولا يوجد ميناء بديل. يعني الحديث عن ميناء المكلا أو عدن أنه بدائل يغفل حقيقة أنه قدراتهم الاستيعابية ضعيفة. أنهم الصوامع الغلال في الحديدة لا يمكن تعويضها، وهذه الصوامع لو تم تدميرها، وهذا وارد جدا لأن الحوثيين يستخدموا سياسة الأرض المحروقة في المعارك. فأيضا لو تم تدمير هذه الصوامع الغلال أنت بتتكلم على ملايين الناس بلا أبسط المواد الغذائية، بلا قمح. فبالتالي المسألة يعني فيها مغامرة كلفة إنسانية هائلة. المعارك بتدور على منطقة، هذه المنطقة هي مركز المجاعة وهي قبل حرب الحرب معدلات سوء التغذية فيها عالي جدا. فلا يمكن مقارنة الحرب فيها بأثرها الإنساني بمناطق أخرى مثل الجنوب أو تعز أو غيرها من المناطق. فبالتالي أثر الحرب الإنساني وكلفتها الإنسانية هائلة، والمشكلة أن الحكومة لم تقدم بدائل ولا تطمينات على مستوى الوضع الإنساني. يعني هم بيتكلموا أن إحنا الآن سوف نهزم الحوثي، سوف نهزم الحوثي، لكن هذه الحكومة أولا لم تثبت أنها قادرة تتحمل مسؤوليتها بشكل جيد أمام المجتمع الذي هي تتحمل مسؤوليتها. هذا ما حدث في أثناء عملية نقل البنك المركزي، تم عملية النقل بشكل غير مخطط غير مدروس، أثر عن انقطاع المرتبات على مئات الآلاف من الموظفين، بالتالي ملايين البشر صاروا جوعى بلا مصدر دخل. هذا أمر خطير، يعني هذه الحكومة تثبتها بشكل غير جادة إنها لا تتحمل مسؤولية قرارات خطيرة وصعبة. فبالتالي ميناء الحديدة اقتحامه هذا قرار خطير، يعني على المستوى الإنساني مكلف، فأنت لا تستطيع أن تقول أنا قادر أتحمل كلفة الإنساني، ما هي بدائلك، ما هي الخطط البديلة. وأنت قبل هكذا أثبت أنك غير كفء أو عديم الكفاءة في التعامل مع هذه المسائل وتتعامل باستهتار. يعني الحكومة الآن تطالب الموظفين في الصنعة أنهم يستلموا مرتباتهم في عدن، وأنت عارف الطريق لأي درجة صعبة ولأي درجة مكلفة. لسلام مرتبات في النهاية لم تعد ذات قيمة لو صرنا له أيضا حسب انهيار العملة اليمنية. فبالتالي هذا كلها يدفع الأمم المتحدة للتدخل، ويكون تدخلها ذات وجاهة بالنسبة للآخرين. يعني المسألة ليست بس سياسية وعسكرية، ليست فقط عسكرية بمعنى أدق، لأن الحكومة أيضا عندما تنتصر عسكريا مثل ما حدث في الجنوب
لا تستطيع أن تستفيد من هذا المكسب العسكري بشكل سياسي. يعني هذه الحكومة لو رجعت مباشرة بعد سقوط بعد تسلمها تتسلم مهامها في الجنوب لكانت أثبتت للعالم أنها جادة في حكم اليمن في أنها تعيد إحياء الدولة، لكنها إذا هي تتعامل هكذا مع الجنوب بعد هذه السنين كلها تقول الأمم المتحدة بشكل بسيط، يعني إذا إحنا بنتعامل مع محللين غربيين هم بيتكلموا على أشياء هي صحيحة، يعني الحكومة هذه فعلا لم تثبت كفاءتها، فعلا لم تثبت. وبالتالي هناك تخوف كبير من مسألة الحديدة. طبعا في تخوف كبير، يعني الوضع الإنساني خطير. أنت لما تتكلم على الحديدة بتتكلم على ميناء ممكن جدا الحوثيين وهم خارجي يدمروه، سواء مع الغلال يدمروها حتى لو هم عارفين. طيب سيدة ميساء، دعيني أنقل يعني طرحك للأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. يعني سيد مختار، لعلك سمعت للكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين تقول أنه يعني في حال إصرار الحكومة على مسألة تحرير ميناء الحديدة والمحافظة بشكل عام ولا يوجد لديها بدائل، بينما الحوثي أيضا يتعامل بالحرب في سياسة الأرض المحروقة، ربما يدمر كل شيء موجود في هذه المدينة ويدمر الميناء، وبالتالي الحكومة بالتالي هناك كارثة إنسانية كبيرة والحكومة لا تمتلك البدائل. طبعا الأستاذة ميساء تتحدث بلغة الأمم المتحدة التي دائما ما تتحدث عن الوضع الإنساني، الوضع الإنساني نحن دائما ما نتحدث عنه، وحربنا أيضا هي من أجل الإنسان. حربنا في اليمن منذ بدايتها هي من أجل تحرير اليمن من هذه الميليشيات التي قتلت اليمنيين في الشمال وفي الجنوب، التي نهبت الأموال. من الذي نهب 5 مليار ونصف دولار كانت موجودة في البنك المركزي؟ كان نقل البنك المركزي هو من أجل إنقاذ ما تبقى من إيرادات الدولة، ومن أجل أيضا حصار الميليشيات الانقلابية التي استخدمت أموال الشعب اليمني من أجل قتل الشعب اليمني. بالتالي قتالنا ليس من أجل فقط الميناء أو من أجل الحديدة، قتالنا هو من أجل الإنسان، من أجل أن يتحرر الشعب اليمني من هذه الميليشيات التي قتلته والتي شردته والتي نهبت أمواله. بالتالي الحديث عن الوضع الإنساني، نعم هناك وضع إنساني حقيقي وهناك وضع إنساني مخيف في الحديدة في السنوات الماضية في الوضع الاعتيادي، فما بالك في وقت الحرب. الحديدة يعني يعيش فيها السكان أو المواطن في محافظة الحديدة يعاني أشد المعاناة في الوضع الطبيعي وفي وضع غير الحرب، ما بالك بالآن. ولكن نحن أيضا نقول، لكن هو تساؤلها باختصار سيد مختار، يعني ما هي بدائل الحكومة وما هي ترتيباتها لما بعد تحرير هذه المحافظة إذا ما حدث بالفعل؟ يعني هناك ستخلف كارثة إنسانية في المدينة، خصوصا مع يعني إصرار الحوثي على حرق كل شيء في هذه المدينة. أولا بالنسبة للحكومة هي اختارت طريق أن تحرر كل اليمن وليس فقط الحديدة، هي اختارت طريق تحرير اليمن من هذه الميليشيات التي لا تؤمن بالحل السياسي، والتي رأيناها كيف عملت وكيف صنعت في محافظة تعز وكيف صنعت في باقي المناطق والمحافظات. حينما خرجت قامت بتلغيم وتفخيخ وتدمير وتفجير كل المناطق واستخدمت سياسة الأرض المحروقة في هذه المناطق. لكن أيضا الحكومة لديها يعني برامج فيما يخص الجانب الإنساني، فيما يخص بالتنسيق مع الأشقاء في دول التحالف العربي لوضع حد للنازحين والمساعدة النازحين، وأيضا لعمل حلول عاجلة وبرامج عاجلة لاستيعاب النازحين ولاستيعاب الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الحديدة. ولكن أن تبقى الحديدة في بيد الميليشيات هو مزيد من تدهور الواقع الإنساني وتدهور الوضع الإنساني في الحديدة وفي باقي المناطق. بالتالي تكلفة تحرير الحديدة أو تكلفة تحرير المناطق الأخرى هي أقل بكثير من أن تبقى هذه المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. نعم، إذن سأعود إليك سيد مختار. إليك سيدة ميساء، يعني هناك حديث عن طرف ثالث ربما إذا ما توافق الأطراف على تسليم ميناء الحديدة، باعتقادك يعني من هو الطرف الثالث الذي يعني تشير إليه الأمم المتحدة باستمرار؟ لا أدري صراحة، ولكن يعني كان هو ليس كمعرفة وإنما كتخمين أو يعني قياس ل يعني توجه الأمم المتحدة. هو اللي سمعت أنه كانت الأمم المتحدة بتقترح إشراف أو إدارة أممية، وهذا ممكن على مستوى الميناء، لكن على مستوى المدينة صعب أنه يكون يعني أو قوات حفظ السلام على مستوى المدينة، هذا عملية صعبة جدا.
انها سيطر على المدينه من عن طريق الامم المتحده. فهنا المشكله هي المدينه اكثر ما هي الميناء. الميناء نفسها مساله اداره امميه ما هياش مشكله كبيره، لكن مشكله في الاشراف على المدينه نفسها ومن يحل محل يعني الحوثيين عند انسحابهم. يعني هذا اللي دائما يدعون الحوثيين انه احنا سننسحب، لكن لابد من تسليم المدينه وامنها وغيره لطرف اخر. من هو هذا الطرف؟ فهذا دائما احد. لكن سيدة ميسا، بعيدا عن الحكومه واصرارها على عدم تسليم الميناء والحكومه لطرف ثالث، الحوثيين انفسهم تعتقدين انهم يعني سيوافقون ايضا على مساله الطرف الثالث؟ أم أنها مراوغة فقط؟ ربما تكون مراوغة، هذا وارد بشدة، لأنه التفاصيل صعبة. وهو ممكن يقول لك أنا موافق من حيث المبدأ، مثل ما بيحصل لما بيروح التفاوض، هو موافق من حيث المبدأ، لكن ندخل في التفاصيل، التفاصيل دائما صعبة. فهو يقول أنا موافق مع بشكل عام، يعني بحيث أنه لا يبدو أمام الآخرين وكأنه ميليشيا تعرقل عملية السلام. يعني هذا نقطة مهمة بالنسبة، لأنه الصورة الإعلامية النمطية عند الغرب، وهي صورة استطاع بنائها بشكل جيد لأسباب كثيرة. فبالتالي هو لا يريد تشويه هذه الصورة تماما، فهو بيقدم نفسه دائما باعتبار الطرف الذي هو ليس لديه مانع من التفاهم، لكن في أثناء التفاصيل تصبح المسألة مختلفة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من العاصمة البحرينية المنامة. أعود إليك سيد مختار، يعني هناك من يعتقد بأن عودة المسار السياسي في هذا التوقيت جاء فقط لإيقاف معركة تحرير محافظة الحديدة، وبالتالي الإبقاء على يعني نوع من التوازن، توازن القوى في هذا التوازن، يعني هل سيسهم في إنجاح أي مفاوضات قادمة؟ هذا وارد طبعا. نحن راينا الامم المتحده والمجتمع الدولي كيف انه يسعى لانقاذ الميليشيات، ليس هذه المره فقط ولكن في المره السابقه في الكويت وكذلك قبلها في جنيف 1 وجنيف 2 كانت هي محاولات انقاذيه للميليشيات، لان المجتمع الدولي يحاول ان يبقي على هذه الميليشيات للعب التوازنات وايضا ابتزاز لدول الخليج وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه، وهذا طبعا واضح للعين. لكن نحن كيمنيين مسارنا هو المسار السياسي، ونتمنى ان ندخل في حل وفي حوار سياسي ينهي فعلا الازمه، وليس من اجل حلول ترقيعيه وسطحيه يعني يتم او تنتج لنا حروب قادمه في السنوات القادمه، لانه بدون ان تسلم الميليشيات السلاح وبدون ان تنخرط في العمل السياسي ستبقى هذه ميليشيات مسلحه منبوذه من الشعب اليمني ومن السياسيين ومن الاطراف السياسيه ومن المجتمع الاقليمي والدولي، طالما انها ترفض الانسياق وراء القرارات الدوليه وتنفيذ القرارات الدوليه والتعايش مع ابناء الشعب اليمني والخوض في العمليه السياسيه، كوننا بلد جمهوري ديمقراطي نقبل التعايش معهم طالما انهم يمارسون العمل السياسي وشكلوا حزبا سياسيا، فمرحبا به في الحياه السياسيه. اما ان يبقوا ميليشيات مسلحه تفرض افكارها بالقوه وتفرض ما تريد بالقوه، فهذا لن يقبله الشعب اليمني. وحتى لو تركنا الشعب المجتمع الاقليمي، وحتى لو تركنا التحالف العربي، وحتى لو تركنا المجتمع الدولي، فان الشعب اليمني لن يقبل بان يرضخ لهذه الميليشيات. سنقاومهم بكل ما بما اتيحت لنا وبكل القوه التي نمتلكها. هذا صورة. اشكرك جزيلا مستشار وزير الاعلام سيد مختار الرحبي، كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان. أرحب الآن بضيفي الدكتور فيصل الحذيفي، سينضم إلينا من تعز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. دكتور فيصل مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني هناك يعني تجزئة لحل المشكلة اليمنية يتمثل في مسألة يعني تسليم ميناء الحديدة كما يقال لطرف ثالث، و بالتالي هناك رفض من قبل الحكومة الشرعية لهذا يعني الطرح، وأيضا ربما موافقة من الحوثي على هذا الطرح، وإنما هو أشبه بالمراوغة كما يطرح الكثير من المراقبين. يعني كيف تنظر أنت لمسألة التجزئة الحاصلة للحل؟ أولا موقف الحكومة هو موقف منسجم مع الدستور والقانون اليمني الذي لا يقبل تجزئة سيادة اليمن ولا التنازل عن جزء من سيادتها لطرف غير شرعي وهي الميليشيات الانقلابية. نعم.
كذلك موقف الأمم المتحدة، في هذه التجزئة هو محاولة جلب الأطراف إلى المفاوضات، لأنه البعوث الأخير فشل ذريعا في عقد أي طاولة حوار، مع أنه قضى فترة أطول من سابقه ولم يحقق مثل هذا الاختلاف، وهو يريد أن يجر الطرفين إلى هذا، ولكن الحكومة تنبهت إلى خطورة هذا المسعى. وهذا المسعى أيضا مخالف للقارات الأممية ولمرجعية الثلاث. طبعا رخاوة الموقف السياسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع الحلول الإقليمية والدولية هو الذي جرأ المبعوث الأممي والمبعوثين السابقين إلى إضعاف الحكومة ومحاولة اجتزاء سيادتها أو الاعتراف أو الذهاب بالاعتراف إلى أن الحوثيين الانقلابيين كطرف سياسي يمكن التعامل معه، بينما هو بالحقيقة طرف غير سياسي، هو طرف انقلابي استخدم القوة. وبالتالي لا ينبغي أن نبالغ في مسألة ما طرحه الأمين المبعوث الأممي، فهو يطرح مقترحات يعني، وهذه المقترحات ليست ملزمة، وموقف الحكومة يعني هو موقف طبيعي ومنتظر. هو كان الأسوأ أن تذهب الحكومة بالموافقة على هذا الابتزاز، وهذا ما لم يحصل. نعم، بالنسبة لدكتور يعني نجاح المشاورات القادمة التي يسعى لعقدها المبعوث الأممي، على ماذا يتوقف نجاح هذه المشاورات؟ لا نستطيع سباق الأحداث والحديث عن نجاح للمشاورات، ونحن اليوم نجد أن مبعوث الأمين العام والأمم المتحدة لم تنجح بدءا في قبول الطرفين الحضور الى المحادثه. يعني لا نستطيع ان نتحدث عن شيء لم يولد بعد. الى الان لم تتمحض عن هذه الجهود بالمبعوث الاممي بجر الطرفين الى القبول بالحضور الى المحادثات القادمه. وبالتالي يصبح استباقا ضمنيا على التخرصات عن نجاح مثل هذه المحادثات. هي المحادثات القادمه تقريبا وجهود مارتن جريفيث هي ميته منذ الولاده، لان الرجل يشتغل وفق ما ينظر اليه من ضعف الحكومه اليمنيه، وما ينظر اليه ايضا من تولي دول التحالف الملف اليمني دون ان تكون السلطه الحكوميه هي صاحبه القرار. وبالتالي يريد ان يحدث اختراقا كنجاح شخصي يحسب له، لانه كما قلت لم يحقق شيئا. وبالتالي هو يتخطط لهذه المقترحات التي ستؤدي الى مزيد من رفض او فشل اللقاء ابتداء قبل ان نتحدث عن مفاوضات ذات نجاح. نعم، لكن دكتور يعني برايك يعني ما الذي ادى الى تغيير يعني موقف ميليشيا الحوثي كي تقبل بدور اممي في بناء الحديدة، ويعني ما طبيعة هذا الدور للأمم المتحدة؟ بالنسبة للإجابة هي ذات شقين. أول مرة، قبول الحوثيين لهذا المقترح هم يشعرون بالهزيمة المحققة، وبالتالي هم سيخرجون بهزيمة قاسية من الحديدة، فهم يقبلون أي مقترح يحافظ على بقائهم. فإن المقترح التبعي هو يضمن بقائهم كطرف، وايضا يحفظ لهم موقفا مشرفا على جمهورهم المحلي. يعني تعتقد ان قبولهم صادق وليس نوع من المناوره، قبولهم بمقترح المبعوث الاممي؟ هم لا يصدقون، هي مناوره في نهايه الامر. لانهم يعلمون بان مثل هذا الحل لن تقبله الحكومه، هم يعلمون ذلك وارادوا ان يكون التمنع من الحكومه، مع ان التمنع من الحكومه هو تمنع مسنود بالدستور بالقوانين اليمنيه بالقرارات الدوليه بالمرجعيه الثلاث. وبالتالي كان على الحكومه اليمنيه منذ المبعوث الاول جمال بن عمر ان لا تتراخى في مساله ان تعطي الامم المتحده مساحه اكبر على حساب اليمن والوطن والسياده اليمنيه لصالح الميليشيات الانقلابيه التي يمكن ان تذهب الحكومه اليمنيه في تجيش الدول الكبرى في تصنيفها ضمن المنظمات الارهابيه لا اكثر ولا اقل، لانها تمارس القتل الفاحش، اطفال، نساء، دمار، تدمير بيوت، مساجد، مدارس. وبالتالي حتى الارهابيين الذين اتهموا في جميع دول العالم لم يصلوا الى جرائم المرتكبين من شيء. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور فيصل
الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين، كانت معنا من العاصمة البحرينية المنامة، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي كان معنا من الأردن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.